اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزه، اللهم حرر مسجد الاقصى من ايدي اليهود الغاصبه، اللهم انصر اخواننا المسلمين وانصرهم نصرا عزيزا وافتح عليهم فتحا مبينا. اللهم دمر اعداءك اليهود والنصارى، اللهم دمر اعداءك اليهود واسرائيل والصهاينه، اللهم زلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق وحدتهم واجعلهم في الغابرين يا ارحم الراحمين. ثم الى رب ارحم والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم وسلم الجميع، ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ادخلهم الجنه برحمته. والى حضره النبي سر الفاتحه.